وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات نظيره الأمريكي مايك بامبيو بشأن إيران بأنها عارية عن الصحة وتستند إلى أوهام قديمة، مضيفا أن واشنطن باتت رهينة لجماعات ضغط فاسدة. وكان بامبيو صرح قبل يومين أن واشنطن قد تفرض عقوبات على إيران إذا لم تحجم نفوذها الإقليمي والعسكري، متهما طهران بدعم جماعات مسلحة في دول مثل سوريا ولبنان واليمن.